مرحبا، خبرنا لليوم من ياردونا.كيو.اي. يعرض متحف فيكتوريا وألبرت في لندن معرضا عن مصمم الأزياء الفرنسي الإسباني كريستوبال بالنسياغا. هذا العرض بمناسبة الذكرى المئوية لافتتاح دار الأزياء الأول لبالنسياغا في سان سيبستيان، والذكرى 80 لافتتاح أول دار له في باريس. أصبح بالنسياغا واحد من المصممين القلائل الذين لم يتمكنوا من تصميم الفساتين فقط، بل قصها وحياكتها كذلك. هذا مكنه من استكشاف أساليب جديدة تماما كالثوب المغلف والفستان البرتقالي. شكرا للمتابعة، انتظرونا غدا بفيديو جديد من ياردونا.